سينومينيان الجزء بتاع الابر كريتيشيوس يعني الطباشيري العلوي ده، كان اللي هو هناك في غيره. جبل الدست، وكان فيه كذا فورميشن تاني، الحيز والحفوف. كل ما نتقدم الناحيه دي بنيجي للصخور الاحدث. الصخور الاحدث دي ما كانتش موجوده في الواحات، اللي هو الايه ده بنسميه التشوك، ده الابيض ده كله اولاد صخور التشوك. سمعتوا عن صخور الطباشير؟ ممكن كل واحد ياخد له عين الطباشير كده، بيضه صغيره من الحاجات المتكسره اللي في الجنب دي كده، دي بنسميه الخمان التشوك. ده العمر بتاعه مستريختين. كلمه مستريختين معناها جزء يعني ايه الليت كريتيشيوس. زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا عندنا الابر كريتيشيوس او الليت كريتيشيوس في مصر، في ابتين البيان السينومينيان اللي احنا شفناه في جبل الدست، وبعدين حاجه اسمها تورونيان اللي هي الحيز فورميشن والحفوف، وبعد كده بعد التورونيان كونياسيان سانتونيان وكامبينيان ومستريختيان. الصخور دي بتمثل نهايه حقبه الحياه المتوسطه في مصر، اللي حصل بعديه الماس اكستنشن او حادثه الايه الانقراض الجماعي، اللي هي موتت الديناصورات وموتت الامونيات وموتت كتير جدا من الفرامنفر. اذا هذا الجزء عباره عن التشوك، بيسموه خمان فورميشن او متكون خمان. المتكون ده موجود في السب سيرفس تحت في الارض، وموجود برضو على السطح. بيكافئ هذا المتكون تشوك تاني موجود في سيناء، طباشير تاني موجود في سيناء، وموجود في وادي النيل، بيسموه صدر تشوك او متكون صدر نسبة الى راس صدر. في راس صدر في سيناء وادي اسمه وادي صدر، عارفين مدينة راس صدر؟ في هناك وادي اسمه وادي صدر، راجل دخل فيه بالعربية كده هوت، لقى تشوك بيسموه السنو هوايت تشوك، التشوك اللي عامل الابيض الثلجي اللي عامل زي التلج، تلاقيه ابيض كده ابيض خالص. طبعا بنسميه في سينا صدر تشوك، وهنا بنسميه خمان تشوك. خمان تشوك ده مكافئ للايه؟ للصدر بتاع تشوك، والعمر بتاعه ليت كريتيشيوس. طيب في حاجتين عايزين نقولهم في الايه؟ ايه اللي خلى التشوك هو راح فين؟ وليه الاشكال دي موجوده كده؟ طبعا المنطقه كلها كانت عباره عن ماسيف روكس، طبقات افقيه مقفوله من التشوك، ولكن عوامل التعريه والميه في العصور القديمه من اول الليت كريتيشيوس لحد النهارده هي اللي قطعت دمبلكو ودوبت وقطعت ميه السيول وخلت الاشكال دي. ليه الاشكال دي بقت بتبقى صلبه شويه؟ الهارنس بتاعتها بتبقى اعلى. شايفين الاشكال دي كده؟ اللي حواليها ده كله التاكل، ودي اللي بقت ليه؟ الظروف التركيب الكيميائي بتاعها كان هارد شويه، كانت الصخور ماسكه بعضها شويه، فبتاخد الاشكال اللي هي زي المشروم وموائد الصحراء. وفي بنشوف بقى بعد كده في سيناء قصور البنات وحاجات زي دي. هنا اذا سبب الاشكال دي عوامل الايه؟ التعريه المائيه. تعريه مائيه وهوائيه هي اللي خلت الصخور دي وخلتها بهذا المنظر، وخلت لي اشكال يعني بقت اشكال طبيعيه كده، عاملاها التعريه بقت قلبوها حاجه بيسموها السياحه الجيولوجيه. يعني بقت سياحه بس الاصل بتاعها جيولوجي، فالناس بيجوا هنا يقصدوها من كل مكان. هنا نقول ايه بقى؟ نقول ان احنا كان عندنا في الجبل الدست سينومينيان، كانت الصخور هناك ايه يا اولاد؟ ساندستون، حجر رملي، وكانت سلت، وكانت طفله، وكان فيها فيرتبريت ريمينز، بقايا حفريه، حفريات فقاريه، وزي ما قلنا قبل كده اللي هو اكتشف فيها الديناصور بتاع الايه؟ الماسوراسورس بتاع المنصوره. طيب البيئه اللي هناك كانت ايه؟ بما ان في ساندستون حجر رملي، بيبقى في البيئه العميقه ولا في البيئه الضحله؟ الضحله، ويمكن كمان في البيئه الدلتا لانه قريب من القاره نظرا لوجود الديناصورات والفيرتبريتس. معنى كده ان هو كانت ايه؟ بيئه قاريه دلتويه كده، وايه؟ وبنسميها شالو مارين، يعني بحريه ضحله. البيئه لما تبقى بحريه ضحله بترسب فيها صخور اللي بنسميها الكلاستكس. لما تاخد الصخور الصوبيه، انا اعرف ان الصخور الصوبيه لها نوعين، الكلاستيك والنون كلاستيك، صخور فتاتيه وصخور تانية غير فتاتيه. الكلاستيك بتسمى للسيلت والكلي والكلام ده والساندستون، اما اللي هي الايه النون كلاستيك بتسمى للصخور الكربونات، ها اللي هي عندنا الايه الاورجانيك والكيميكال زي الحجر الجيري والتشوك. التشوك ده بيمثل اعمق الصخور، يعني البيئة البحرية العميقة يترسب فيها كيميكال لايمستون، لايمستون اصله كيميائي، والتشوك لان ده البودر اللي انتم شايفينها ديت دي عبارة عن ترسيب بحري، ترسيب بحري عميق جدا بيسبب ان الكربونات او الكالسيوم كربونات بينزل زي البودرة كده ويترسب الى ايه؟ الى مئات الامتار.
اذا البيئه اللي تشك ده اترس في بيئه بحريه ايه عميقه. اذا من اول السينومينيان اللي هو هناك في جبل الدست كان البحر ضخم، ومع تقدم الزمن مع مرور ملايين السنين بدا البحر يبقى عميق، اعمق فاعمق فاعمق، فتدرج نوع الرواسب من الرواسب الكلاسيك الفتاتيه ذات البيئه الدلتا او البحريه الضحله من اول الدست فورميشن، وكل ما نطلع لحد فوق لحد ما وصلنا النقب كانت البيئه عميقه، وهنا بيمثل اعمق مراحل البحر القديم او المحيط القديم. كان في مصر كلها يا اولاد وجنوب افريقيا وجنوب اوروبا وايران ودول الخليج كلها كان في محيط قديم جدا اسمه التيسز او البحر المتوسط القديم، هو اللي فيه يعني المنطقه بتاعت البترول اللي بيطلع من السعوديه ومن كل دول الخليج ومن ايران ومن فوق حتى من بلاد الشام وجنوب اوروبا وشمال افريقيا كله. كان كل ده عباره عن محيط قديم جدا، ما كانش المحيط الاطلسي موجود ولا المحيط الهادي موجود. ايه اللي كان موجود؟ البحر المتوسط القديم او اللي بيسموه التيسز او المحيط التيسز القديم. المحيط ده كان هو اللي ماسك المنطقه دي كلها، هو رسب الرواسب دي كلها. بدات الحركات التكتونيه تبدا تضيق لي الايه المحيط بتاع التيسز ده وتفتح لي محيطات تانية في اماكن تانية. قامت جايه فاتحه لما كانت امريكا لازقه في افريقيا، بدا المحيط الاطلسي ايه يتكون ويوسع، وامريكا تروح بعيد خالص بقت 10,000 كيلو بعيد عننا، والمحيط الهادي يوسع من الناحيه الثانيه، وبدا البحر التيسز القديم يضيق المحيط القديم. ايه اللي باقي منه دلوقتي؟ بحيره صغيره قوي. البحيره الصغيره اللي هي ايه؟ البحر المتوسط الحالي اللي عليه شواطئ اسكندريه اللي بيفصل ما بين اوروبا وما بين ايه افريقيا. البحر المتوسط دلوقتي بيضيق ولا بيوسع؟ البحر المتوسط بيضيق، يعني كمان شويه اوروبا هتلزق في شمال افريقيا وهتنتهي البحيره ديت، وهو فعلا مقفول. ليه مقفول؟ من عند لبنان من فوق كده مفيش غير مضيق باب مضيق جبل طارق هو اللي ايه الحته اللي مسلكه على المحيط الاطلسي، ولما تقفل من هناك هيتقفل، وبعدين لما يتقفل يعمل حاجه حلوه قوي اتعملت قبل كده زمان، التيسز القديم والبحر الاحمر لما تكون. البحر الاحمر لما تكون يريد تكون على مرحلتين. المرحله الاولى كان مفتوح من فوق الاول، كان مفتوح كان عباره عن زراع كده جاي من البحر المتوسط التيسز القديم، وبعدين اتقفل من فوق واتفتح من باب المندب. في لحظه القفل دهيت اصبحت الميه لا تتجدد، وما ان احنا موجودين في منطقه بدريه واستوائيه فالبحر بيبقى ايه بيبقى عالي. اما ترسب صخور كتيره جدا اسمها صخور الجبس او الانهيدرايت او الايفابورايت اللي هي من انواع الصخور الرسوبيه اللي هي عملت حقول البترول اللي موجود في البحر. بقول القصه دي ليه؟ لانه متوقع لما البحر المتوسط يتقفل من عند مدينه جبل طارق هيبقى بحيره كبيره مغلقه مفيش تجديد للميه، مفيش ميه عذبه، مفيش انهار كتير بتصب فيه، تبدا الماء تتبخر، يبدا تركيز الاملاح يزيد تكون بقى من الجبس والانهيدرايت، ويبدا البترول يتكون للشعوب او الامم اللي هتيجي في السنين بعد كده يبقى عندهم بترول زي اللي موجود فيه في السعوديه او في دول الخليج وفي ايران. خلاص الكلام ان ديت هتبقى اخر ستيشن علميه لنا تصوروا براحتكم كده، ولو مشيتوا بعيد ما تمشوش بعيد قوي، يعني ايه خليكم مجموعات.